شكرا للزميل ابراهيم المزين وضيوفه الكرام في الاستوديو التحليلي، مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان من ارض المحروسه، من ارض النيل الجميل. تاني لقاءات ولاد النيل في بطوله افريقيا للرجال لكره اليد رقم 26، ان شاء الله يكون مساء جميل دائما مع اولاد النيل في تميزهم بادائهم في بطوله افريقيا للرجال لكره اليد. البطولة التي ستؤهل إلى الأولمبياد، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لرجالتنا في الوصول للأولمبياد القادمة في باريس القادم بإذن الله. مصر بتدخل اللقاء بعد فوزها الأول في أول اللقاءات على أول طريقها، لما أحرزت 33 هدف من 47 تصويبة بفعالية 70%. الكونغو بتدخل اللقاء بعد خسارتها اول لقائها 21 امام الكاميرون، واحرزوا 21 هدف من 44 تصويبه بفعاليه 47% و7 من 100. بنتمنى التوفيق ان شاء الله لرجالتنا ومدير الفني لمنتخب مصر خوان كارلوس باستور، ان شاء الله تسير معه الامور الى الاولمبياد. منتخب مصر اللي بنتمنى له التوفيق ان شاء الله، واللي النهارده بيمثله في حراسه المرمى كريم هنداوي، واللي حصل على افضل لاعب في اول المباريات واول اللقاءات باذن الله يتميز اليوم مع حراسه المرمى، ومع محمد علي لاعب لوجرانو على اسباني، هشام سيسا كجناح شمال، مازن رضا كجناح شمال، علي زين صانع العاب وباك خلفي في الخط الخلفي كجوكر وبيلعب في الباك الشمال وكروساته اللي متعودين عليها، خالد وليد على مستوى الدايرة، عبد الرحمن فيصل على مستوى الباك الشمال والخط الخلفي بشكل عام، أحمد خيري كصانع ألعاب، يحيى خالد في الباك اليمين، مهاب سعيد باك يمين، محسن رمضان اللي بيدخل النهاردة اللقاء في الباك اليمين واللي بنتمنى له التوفيق إن شاء الله، و في الدفاع ابراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم على الدائره. بنتمنى التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر، بنتمنى التوفيق ان شاء الله تحت القياده الفنيه الاسبانيه خوان كارلوس باستور البروف كما يقال عنه دائما، ويساعده كابتن هاني الفخراني المدرب العام، ونور الدين ابو زيد المدير الاداري لمنتخب مصر والدينامو، ومحمد الامام المحلل الفني، ومحمود سعيد الاداري وكتيبه المصريين، ان شاء الله من عيار ثمين ولاد المحروسه باذن الله منصورين. اما الكونغو اللي بيدخل اللقاء النهارده بتشكيلته زي ما قال، انا ما عدلتش كتير، هو قال كده يونس المدير الفني المغربي اللي من اصول كونغوليه، بوكولي دومانيكا رقم 1، مبامبي مابيكا رقم 4، 8 لوموندو مابيلا، 9 ليكيبي ياليلا، 10 تاتي كوستادوس، 11 مالونجا هوبيتش، 13 انجا ماكسيمي، 15 يساسي بوديل جراسا، 18 بويا مومبو، رقم 9 ماريو، رقم 20 كيبونجا، 64 ياكاما مومبو، و 70 دوكو يالينجا، و 90 تاتي موبومبي، وموبيتا رقم 99. الآن نستمع إلى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
ربي وفؤادي، بلادي بلادي بلادي، أنت غايتي ومرادي. إن شاء الله بالتوفيق لرجالتنا بإذن الله في كل طريقهم في بطولة أفريقيا الحالية رقم 26 بإذن الله للرجال. نستمع سويا إلى السلام الخاص بالكونغو. استمعنا الى السلام الخاص بالكونغو. طبعا منتخب مصر بيدخل لقائه وعنده كل الامال. نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق لرجالتنا، نتمنى من الله سبحانه وتعالى الوصول الى الاولمبياد في فرنسا، بطولة افريقيا للرجال اللي بدأت عام 74 بالتحديد، وكانت اول بطولة في تونس الشقيقة لما فازت بها تونس، والكاميرون جي في المركز الثاني، والسنغال في المركز الثالث، وتوجو في المركز الرابع. آخر البطولات كانت عندنا هنا في مصرنا لما حصلنا على آخر بطولة ولعبنا المباراة النهائية مع الكاب فيردي وفزنا 37-25، والمغرب جت في المركز الثالث بعد ما فازت 28-24 على تونس الشقيقة. اليوم هو اللقاء مع الكونغو، بتمنى التوفيق ان شاء الله لرجالتنا في تاني لقاءاتهم في البطولة الافريقية للرجال. اتلعب مباريات في المجموعة الاولى، الكونغو لعبت، الكونغو الديمقراطية لعبت مع زامبيا في اول لقاءاتها فازت 40-21، تاني اللقاءات كانت مع الكاب فيردي لما فازت على رواندا 52-57. اليوم رواندا خسرت من الكونغو الديمقراطية 38-20. في المجموعة الثانية منتخب مصر فاز في أول لقاءاته 33-15 على غينيا، والكاميرون فاز على الكونغو 25-21، واليوم غينيا بتفجر المفاجأة وتفوز على الكاميرون. أما في المجموعة الثالثة الجزائر فازت في أول لقاءات على الجابون 31-27، المغرب فازت في أول لقاءاته 30-25. في المجموعة الرابعة تونس فازت على كينيا في اول اللقاءات 29-18، وانغولا فازت على نيجيريا 26-24، وكينيا فازت لم تفوز في ولا لقاء، لانه انغولا النهارده قبل اللقاء ده عملت مباراه قويه قوي مع كينيا وفازت عليها 48-20، ونهت الشوط الاول 28-10، ودي كانت النتائج والاحصائيات في المجاميع الاربعه اللي اتلعبوا في لقاءات بطولة أفريقيا إلى الآن. نتمنى التوفيق إن شاء الله لرجالتنا اللي بادئ منتخب مصر باللون الأسود النهاردة على الشمال، والكونغو على اليمين بالأبيض في الأحمر والأخضر، زي ما قال المدير الفني يونس المغربي اللي عايز يلعب مباراة يكون طبعا عارف يلعب مع ند قوي جدا. تاريخ بيقول كده طبعا. منتخب مصر بالمناسبه في اول البطولات كان بيلعب بفرق الشباب والناشئين، ما كانش بيلعب على مستوى الفريق الاول. بعد ما بدات بطوله افريقيا تدخل في اطار التاهل لبطولات العالم وتدخل في اطار التاهل للاولمبياد، طبعا بقت المنافسه الاقوى والافضل في افريقيا. اول الكرات مع الكونغو لصانع الالعاب بوديل جراسا اللي واخد ماموريه صانع الالعاب. الباك الشمال تاتي كوستادوس اللي على الشمال،
تمرير الخط الخلفي، مازن رضا بيدافع في مركز اثنين، خيري بيدافع في الجناح، تقاطع في الخط الخلفي وتغيير المراكز، الباكين وصانع الالعاب عايز يعدي، يقف قدامه كويس قوي مازن رضا، يقف قدامه كويس وقدام ياكاما موبومبو، تمرير مره ثانيه ياكاما اللي عايز يشوط الكره، لكن مازن رضا يعمل معها صد ويدخل يشوط الكره ويحرز الهدف الاول للكونغو من الجناح اليمين بويا مومبو، اول الاهداف بويا مومبو. مره ثانيه علي زين عايز يعدي يلعب الكره عند رمضان، ترجع مره ثانيه لعلي لخيري، المصري هيغير بياخد ماموريه دفاعيه دايما المصري، ينزل في الهجوم احمد عادل، تمرير خيري بيجاز في الخط الخلفي بيسيب الكره لرمضان اللي عايز يطلع يشوط الكره، يسيب الكره لعلي زين، تقاطع يلعب الكره حلوه قوي مع جمله تكتيكيه حلوه لاكرم يسري، يتعادل منتخب مصر 1-1. اكرم يسري لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر بيدخل من الجناح اليمين يلعب الكره جمله تكتيكيه، تقاطع الخط الخلفي هنا خد معاه الدفاع كويس قوي خيري، علي زين كمان مرر له الكره كويس وبالتالي سحبوا الدفاع خالص بعيد عن الجناح اليمين اللي بيحرز الهدف 1-1. خوان كارلوس اورتيجا كل التفاصيل بيتكلم فيها بشكل دقيق جدا مع اللاعبين، دي حاجه مهمه جدا. مره ثانيه عايز يعدي ياخد رميه حره، إيساسي جراسي عايز يلعب الكره من بعيد يشوط الكره بره، يشوط الكره ثاني شاطها بره، عايز يعدي خيري يلعب الكره لعلي رمضان، خيري باك شمال عايز يعدي كصانع العاب ويلعب الكره حلوه قوي لعلي زين بيلعب الكره لمحسن رمضان، لكن بيقابله على التسعة متر حسب عليه فاول مهاجم، بيقول له قدمت ايدك اليمين، ده على العلامه اللي قالها الحكم في الكره اللي فاتت. الطاقم السنغالي دوبيدو وفاي، تمرير خط خلفي، اتكلم هنا اخوان كارلوس بستور بيقول له يعني دي مش فاول مهاجم، طبعا هو من الميزات الاساسيه ليه حتى التفاصيل دايما بيتكلم فيها مع طبعا سييرا مدرب الحراس الاسباني. مره ثانيه يشوط الكره من بعيد صانع الالعاب ويحرز إيساسي بوديل جراسي الهدف الثاني للكونغو 2-1. 13 ثواني عايز يعدي خيري يلعب الكره لعلي زين، يلعب الكره عند مازن رضا، يرجع هيخرج المصري، ينزل عادل على الدايره الصاله الكبرى بمجمع الصالات اللي تزينت لاستقبال ولاد المحروسه ان شاء الله دائما وابدا محروسه. مره ثانيه خيري يلعب الكره لرمضان اللي عايز يعدي محسن رمضان، يلعب الكره حلوه قوي لعادل على الدايره هايله، يستلم الكره حلوه قوي عادل ويحرز الهدف 2-2. عادل استلم الكره بالايد العكسيه لاعب الدايره عادل اللي انتقل من نادي الجيش للنادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر، استلم الكره تحت ضغط دفاعي كويس، اللاعب الاشول دايما بيبقى في صعوبه عليه في الدفاعات، بيغير اتجاهه في جسمه في التصويب على المرمى بالطريقه الغير اعتياديه للدفاع. تمرير مره ثانيه عايز يعدي كده من تتروح علي يلعب الكره في الماء بره، تطلع بره هارد لك علي، محمد علي لاعب لوجرينو الاسباني، تمرير خط خلفي للكونغو، التعادل 2-2 على مالوم طبعا. كيلا نيتيما بياخد وقته طبعا في الهجمه، عايز يعدي يلعب الكوره في الباك اليمين، يقف قدامه كويس قوي مازن رضا، لكن ياخد معاه رميه حره من الباك اليمين ياكاما مومبون، وقف قدامه كويس قوي مازن رضا لاعب مؤثر، ويروح معاه كويس قوي 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 هايل علي، تطلع مره ثانيه عند علي زين يلعب الكره عند مازن رضا، مازن رضا يلعب الكره حلوه قوي مازن رضا من الجناح الشمال، عملها كويس قوي قوي مازن رضا لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر واللي احرز ذهبيه العالم للناشئين
في اول بطوله عالم للناشئين مع ناشئين المحروسه، كانت بدايته الدوليه القويه مازن رضا، هو اللي نافس على افضل جناح شمال في البطوله دي، ولكن بفارق الاهداف طلعت بعيد عنه كافضل جناح شمال. مره ثانيه عايز يعدي، يلعب الكره من بعيد، علي ياخد رميه حره، رميه حره، يونس المدير الفني من اصول كونغوليه، تمرير خط خلفي، عايز يعدي، يلعب الكوره، يقف قدامه هايل يا رضا، هايل يا رضا، عودنا كده حلوه، بيقف قدامه كويس قوي، ما يقدرش يعدي منه يا كاما موبو. مره ثانيه عايز يعدي، يقف قدامه المصري مع محسن رمضان، اشاره تحذير باللعب السلبي من حكمي اللقاء، 6 دقائق 13 ثانيه. اخوان كارلوس باستور بيقول له خد بالك مين اللي هيشوط، بيشاور له كمان على مين اللي هيشوط، عاملين له كده حائط او ثلاثه عشان ياخدوا الدفاع اللي تحت، واحد يطلع من فوق الدفاع يشوط، لكن مين يمسك الكره، محمد علي مع مساعده دفاعيه جت في الدفاع ومسكها كويس قوي، علي هايل، علي يلعب الكره عند رمضان، يلعب الكره عند رضا، عند رضا، عند علي زين، خيري كصانع العاب، خيري هيغير المصري خط خلفي لمنتخب مصر، خيري وعلي زين ومحسن رمضان، خط الامامي عادل على الدائره ومازن رضا في الجناح الشمال واكرم يسري في الجناح اليمين، خط الخلفي الباكين وصانع الالعاب اللي بيلعبوا بره التسعة متر، خط 9 متر، خط المنقط اللي قدام حضراتكم دايما بيتحرك عليه جميع اللاعبين وبالتحديد الخط الخلفي اللي بيعمل التحركات، عادل يستلم بالمهارات ويحرز الهبارات، يا ولد يا ولد بيستلم الكره حلوه قوي يا عادل ويحرز الهدف، لو جت الكره في الاعاده شوف استلام الضغط الدفاعي عليه ازاي، هو ازاي بقى لف بالكوره بايده العكسيه الشمال، 4-2 لصالح منتخب مصر. تمرير خط خلفي، بودل جراسي، مره ثانيه اساسي بودل جراسي صانع الالعاب، عايز يعدي، يلعب الكره على الدار لكن يقطع كويس قوي، يجري مازن رضا اللي عايز يعمل هجوم خط في المنتخب مصر، محسن رمضان، محسن رمضان يلعب الكره عند اكرم يسري في اليمين ويتصدى الحارس، يتصدى الحارس من اكرم يسري، بوكولي المباراه اللي فاتت تصدى لخمس كرات من 20 تصويبه بفعاليه 25% الحارس، تمرير خط خلفي لكونغو، 4-2 بيطلع من على الدايرة، يسيب الكرة، عايز يعدي، شوت الكرة قوية، بيشوت الكرة قوية، يا إبراهيم يحرز الهدف 4-3، محسن رمضان يلعب الكرة عند خيري، ينزل عادل على الدايرة 4-3، 8 دقايق 37 ثانية من احداث الشوط الاول وثاني لقاءات منتخب مصر في بطوله افريقيا للرجال، علي خيري يلعب الكره عند علي، مره ثانيه عند خيري اللي عايز يعدي، يسيب الكره حلوه قوي لمحسن رمضان اللي شوت الكره، ايوه يا رمضان، ايوه يا رمضان، تصويبه قويه من الباك اليمين محسن رمضان، عمل فعاليه عاليه قوي في اخر بطوله عالم، محسن رمضان يبدا تسجيله الاهداف، محسن رمضان من الباك اليمين 5-3، بدأ مشواره مع كرة اليد من نادي اليوبلس ثم انتقل إلى النادي الأهلي، محسن رمضان أحد اللاعبين اللي حصلوا على ثالث العالم للشباب وكان أحد الأسباب لشباب المحروسة، مرة ثانية عايز يعدي، يشوط الكرة، بيلعب الكرة عدالة قطع كويس أو علي زين، يلعب الكرة عند مازن، مازن مازن ياخد الكرة، مازن رضا يلعب الكرة ولكن يعمل معاه رمية حرة، ادي الكرة اللي بقول لحضراتكم بص السلام بيدافعوا عليه الاثنين لكن هو ايه ملاقط على الدايره، مره ثانيه خيري يلعب الكرة، محسن رمضان باك يمين، دفاع 5-1 بدا يتغير عند الكونغو، بيلعبوا على التسعة متر 3-2-1، واحد لبره واثنين على الباكين على علي زين ومحسن رمضان، خيري يلعب الكرة لعلي زين، يلعب الكرة لمحسن رمضان اللي عايز يجازي نفسه يشوط، يلعب الكرة بالمهارة، تتقطع لكن حاول عليها خيري، تروح مرة تانية للكونغو اللي بيغير اتجاهه ويروح في انفراد مع علي ويحرز
الهدف كيلا ناتيما، الهدف لكونغو 5-4 مرة تانية. خيري يلعب الكرة عند رمضان، يلعب الكرة لخيري لكن يعمل معاه رمية حرة. إيسا سيبو ديل جراسي، يونس المدير الفني المغربي من أصول كونغولية، مرة تانية تمرير خط خلفي عايز يعدي، يلعب الكرة حلوة قوي عند خيري، بيخترق كويس قوي خيري ويحرز الهدف لمنتخب مصر 6-4. اختراق كويس من خيري لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر، بدأ مشواره في كرة اليد من نادي الظهور ثم انتقل لنادي الجزيرة ومنه للاحتراف الخارجي. خيري اول مشاركة دولية كانت معاه بفعالية وهو في بطولة العالم للشباب. مرة تانية تمرير الخط الخلفي 6-4، يطلع من على الدايرة عايز يعدي او يشوط، طالع لبره مازن رضا خطوتين عشان الباك ما يعديش، لكن يعدي ويشوطه، لكن علي يتصدى للكوره وياخد رميه جزائيه. بياخد رميه جزائيه من الباك اليمين. اسيسي بوديل جراسي. رميه جزائيه. يلا علي. هنشوف مباراه فرديه هو وعلي. ويتصدى محمد علي، ويتصدى محمد علي بدايته الدولية أولمبيات الناشئين. أول مرة كانت بتتعمل أولمبيات الناشئين، حصل عليها الناشئين المحروسة في الوقت ده، وكان هو حارس المرمى علي. بدايته كان في نادي الزمالك، انتقل نادي الأهلي ثم العودة نادي الزمالك والاحتراف الخارجي. محمد علي حارس المرمى مرة تانية، عايز يعدي كرة من اي ولا كان عايز يلعب علي زين، كرة من العاب الهوا مع مازن رضا تروح للكونغو اللي عايز يعدي يشوط ويشوطه، لكن معاه علي كويس قوي بتيجي في ايده تخرج بره، يلعب الكرة علي على طول عند مازن رضا تروح بره 6-4 لصالح منتخب مصر. 12 دقيقة 43 ثانية. مرة تانية تمرير خط خلفي عايز يجهز طبعا على مهله، هو بينزل رقم 8 دلوقتي يونس الباك الشمال مولوندا ميبيلي. فاول مهاجم يجري على طول، يلعب حلو قوي محسن عند مازن، يلا يا مازن والمرمى خالي والهدف خالي. تعديلات القانون، هدف مضمون اذا لم تحرز الهدف في المرمى، وهو ده اللي حصل المره دي، عملوا خطا جيري مازن يحرز الهدف. مازن رضا بدايه الاولى خالص لمازن رضا كانت نادي مصر البترول 7-4 الكونغو. 13 دقيقه 41 ثانيه. تمرير خط خلفي عايز يطلع من على الدايره يسيب الكره كويس قوي، يرجع مره ثانيه يعمل دبل تكف شوت من بعيد ويحرز الهدف. الحكم بيقول له عدت الخطوط، طلع كده عمل دبل تكف. دوكوكو بيلينجا 7-5 مره ثانيه. خير يلعب لعلي زين اللي عايز يعدي، قطع له اكرم لكن ياخد رميه حره. تمرير رمضان عادل، يلعب الكره لمحسن رمضان لخيري، طالعين على التسعة متر على خيري وعلى علي زين او قدام حضراتكم، طالعين بره ال10 متر، يستلم الكره عادل لكن بيقول له فاول مهاجم، حجز خطا من على الدايره. خوان كارلوس مستور يعني هو مستعجب من قرار الحكم. هنشوف ادي الكره بتاعت بالينجا قويه قوي. سبعة خمسة المرمى خالي دلوقتي للكونغو. نزل لاعب على الدايرة، تمرير خط خلفي عايز يعدي يجهز، عايز يلعب بالينجا كورة، فاول مهاجم طلع كده انه هيشوط الكورة ودخل بدراعه الشمال في عكس اتجاه المدافع، ثبات المدافع مع دخول المهاجم دخول بقوة. مرة تانية علي زين الله ياخد رمية حرة.
ما ياخدش رمي، ما يدلوش رمية حرة، بيقول له انك اداك تحت الفرصة. يبقى 7-5 لازالت النتيجة، التقدم لمنتخب مصر بعد 15 دقيقة 23 ثانية. له مشوار يونس، له مشوار يونس مدير الفني للكونغو. مرة تانية تمرير خط خلفي، يلعب الكرة يساسي بوتسيل جراسي، يجهز للباك الشمال ولكن بيعمله جملة تكتيكية وعالي مية مية، عالي مية مية، لكن بيقول له رمية حرة. عملوا جملة تكتيكية في انفراد، لكن محمد علي في المعاد اهو، تعالى فين رايح. هاي لعلي، المباريات دي مهمة جدا، بتجهز جميع اللاعبين للأدوار التالية والحاسمة. وجهة نظري طبعا. مرة تانية تمرير، ياخد رمية حرة، مرة تانية يلعب الكرة على الدايرة ويحرز الهدف. مرر له الكرة كويس على الدايرة، استلمها ويحرز بويا مومبو. بويا مومبو يحرز الهدف. 7-6 لصالح منتخب مصر، 16 دقيقة 48 ثانية. كل المباريات اللي بتتلعب في الدور الأول في وجهة نظري مهمة جدا لمنتخب مصر، بالرغم من رحلة الإعداد اللي عملها منتخب مصر للداء الفعل اللي بنشوفه في أفريقيا، الفعل الأكيد اللي بنشوفه في أفريقيا. مرة تانية عايز يعدل، يلعب الكورة عند علي، ياخد لعادل لكن ياخد رمية حرة. وبياخد الوقت المستقطع خوان كارلوس باستور بعد مرور 17 دقيقة 19 ثانية من أحداث الشوط الأول. نتابع مع بعض هيقول إيه للاعبينا. The player can hit. He Murray need to even display it. He Paris hit. Now in attack. S'il n'y a pas de pivot monté, ils ont peur de partir dans les duels maintenant. On est bien, okay, les gars. Restez ensemble. Et après, si on joue à 7, on joue à 7. Si on joue à 6, on joue à 6. Allez. Allez. Go long. This player is close, eh, Streets. When we play the block, here is plus uno. Go to two. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه خوان كارلوس باستور المدير الفني الاسباني، 55 سنه خوان كارلوس باستور، مواليد 68 بالتحديد، اسباني بلديدو بلد الوليد، هي موطنه الاصلي. من 95 ل 2013 كان له روحيه تدريبيه. اكرم يسري يستلم الكوره، بيقطع كويس قوي من الجناح اليمين ويحرز الهدف. اكرم يسري طبعا واضح جدا انه اول حاجه قال بيشرح لهم مين اكتر حته فاضيه، قال له في الاتاك تعمل ايه، يقول له اللاعب ده بيتحرك ازاي، لما جه وقطع واحرز الهدف. هو ده كل دي نقط مهمه جدا هو بيشوفها جوه العمليات الاساسيه او الشغل الاساسي امام الفرق الافريقيه. مره تانية تمرير خط خلفي، عايز يعدي، يلعب الكره من بعيد ويحرز الهدف، يحرز الهدف للكونغو. عملها كويس قوي يا كاما مومبو. مره ثانيه على الدايره، ما بيديش حاجه، لكن تروح لعلي زين اللي بيتابع مع الكوره، اللي بيتابع مع الكوره علي زين. هنشوف حسب ايه الحكم بيقول. رامي حر، هنشوف رامي حره مش هدف. مرة تانية علي، علي زين عايز يعدي، يلعب الكرة عند خيري لكن ياخد رمية حرة. يلعب مرة تانية خيري لعادل، يا ولد يا ولد عادل، لكن اعتقد فيه قفضتين، مش يعني مش ممكن، لف بيه كويس قوي
عادل وياخد فعلا ايقاف مؤقت لمده دقيقتين. اهو مش ممكن طبعا، لازم في ايقاف دقيقتين لازم. بياخد ايقاف دقيقتين بوتيل. زياد عددها لمنتخب مصر 8-7، 19 دقيقة وثانيتين من احداث الشوط الاول. محسن رمضان يسيب الكرة حلوة قوي لعلي زين اللي يلعب الكرة الخيري اللي يعمل كرة حلوة. بيتصدى الحارس، بيتصدى الحارس، هيغير، هيخرج الحارس بوكالي، تصدى للكرة اللي فاتت. 8-7، شايف فيصل بيسخن، شايف مهاب سعيد بيشخن، الاثنين بيسخنوا بره. تمرير يطلع من على الجناح، يرجع مره تانية يجهز، المرمى خالي، رجع خلاص، تروح علي اللي يلعب الكوره لمازن رضا اللي بياخد انفراد لوحده هو والحارس ويحرز الهدف. مازن رضا هايله، مازن 9-7 لصالح منتخب مصر. استلم الكوره كويس قوي اهو مازن رضا، وخد قرار التصويب والجديه في قرار التصويب بفاعليه من مازن رضا، يحرز الهدف لمنتخب مصر. مره تانية عايز يلعب الكره من بعيد وتصدى عليه، تبقى رامي جانب. 9-7 ماجانا بيخرج الحارس مره تانية، تمرير خط خلفي، عايز يشوط الكره من بعيد وعلي من جديد بيتصدى كويس قوي علي لتصويبه من الباك اليمين يا كاما مومبو. مره تانيه خيري يلعب الكره رمضان، يختار كويس قوي محسن رمضان ويحرز الهدف لمنتخب مصر. 10-7، 20 دقيقه 59 ثانيه. يحرز الهدف وبياخد الوقت المستقطع المدير الفني المغربي يونس للكونغو عشان يدي التعليمات. نتابع مع بعض هيقول ايه للاعبين. Attention, it's 7 against 6, like I told you, the situation. Look, when we play, play pass win also when we, in fake one, I'll never happen, okay? Hey, vamos, fight, vamos. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه يونس. لعب مع المغرب بطولة العالم في فرنسا، يونس لعب على فكرة سنة في ألمانيا في فرانكفورت ولكن توقف بعد كده لما كد دراساته العليا. قاد منتخب الكونغو سيدات في بطولة العالم 2021، والبطولة الماضية كان مساعد لنور الدين بوحدوي قبل ما يقود الكونغو للسيدات في بطولة العالم للسيدات. افضل مركزهم في البدايه كان المركز الثاني في 83 في مصرنا هنا عندنا الكونغو. مره ثانيه تمرير خط خلفي، عايز يعدي شوت الكره من بعيد يتصدع، تدخل هارد لك، بتدخل. 10-8 مره ثانيه، نزل دلوقتي عبد الرحمن، عبد الرحمن اول كراته، يلعب الكره في الجناح لسيسه لكن ياخد رميه حره. غير منتخب مصر دلوقتي روتيشن بيعمله خوان كارلوس باستور. فيصل على مستوى الباك الشمال، سيف الدرع صنع ابو باك شمال، يشوط الكره قويه، سيف كالسيف كالسيف، احد اللاعبين اللي حصلوا مع شباب المحروسه في بدايته الدوليه على برونزيه العالم للشباب. سيف الدرع يلعب الكرة قوية، بدأ مشواره مع كرة اليد من نادي اليوبلس ثم انتقل لنادي الزمالك وحاليا هو محترف في فرنسا، عملها كويس قوي في ليمبو بالتحديد.
ليمونش على الفرنسي، عملها كويس 11-8. هايلة سيف مرة تانية، تمرير عايز يشوط الكرة من بعيد، ويشوط الكرة قوية من بعيد. هامز اللاعبين في التصويبات، دوكوكو بالينجا، وكوكو بالينجا يحرز الهدف مرة تانية. يتصدى لسيسا الحارس، عامل مباراة جيدة حارس الكونغو. ماجانا عامل مباراة جيدة إلى الآن حارس الكونغو، 11-9 لصالح مصر. ثلاثة وعشرين دقيقة 11 ثانية. مرة تانية تقاطع الخط الخلفي، بيجهزه في وقت طويل جدا عشان ياخدوا وقتهم في التصويب. عايز يعدي لكن يقف قدامه كويس قوي. مرة تانية وكوكو طالع الخطوة لبره كده، مهاب هو المصري مع سيف، ياخد رمية حرة في انذار، في انذار المفروض كده. هو ادى انذار للاعب الكونغو بس ما غيرش الملعب لانه ما كانش فيه فاول. مرة تانية 11-9 تمرير خط خلفي، عايز يعدي يطلع من على الدايرة، عايز يعمل خلخلة دفاعية لكن يقابله كويس قوي، تتقطع كرة وتروح عند المصري اللي بيعمل تغطية دفاعية كويس قوي. مصري ساسي بوديل جراسي بيقف قدامه كويس قوي، يقطع الكرة تروح مرة تانية، وكوكو يطلع له من على الدايرة، بويا مومبو، بويا مومبو وكوكو، لكن تتقطع كرة وتروح عند سيسا اللي يجري سيسا لوحده خالص ويروح في انفراد. المرة دي في الميعاد سيسا يحرز الهدف. سيسا الجناح الشمال لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر، بدأ مشواره مع كرة اليد في النادي الاهلي ثم انتقل لنادي الجيش ثم العودة مرة أخرى للنادي الاهلي. استلم الكرة كويس قوي، لعب الكرة في الزاوية البعيدة، حارس عنده ريفلكس عالي حارس الكونغو. بالمناسبة هما بيلعبوا مع الكاميرون، كان الكاميرون متقدم عليهم بفرق 3 أهداف ثم عمل الرومونتادا ورجعوا للقاء وتقدموا بهدف، ولكن الكاميرون قدر انه يفوز في الاخر. تمرير خط خلفي مرة تانية، يسيب الكرة ويعدي يرجع، واقف قدامه كويس قوي سيف، قفل عليه هايلة سيف، يرجع بالكرة مرة تانية يشوط الكرة لكن تروح عند محمد علي اللي يلعب الكرة على طول عند سيف، سيف سيف يلعب الكرة كويس قوي عند عبد الرحمن، يشوط الكرة بره، يشوط الكرة بره عبد الرحمن. أول التصويبات على المرمى لعبد الرحمن، هارد لك عبد الرحمن. تمرير خط خلفي، مرمى خالي دلوقتي للكونغو، يلعب الكرة عايز يشوط الكرة من بعيد ولكن حائط صد كويس وتغير اتجاهه وتطلع، هيغير هينزل ليكي بي ليلا رقم 9، نزل هي ليلا بيلعب دلوقتي بزيادة عددية عايز يزود الهجوم على منتخب مصر، يشوط الكرة تيجي في حائط صد ترجع مرة تانية عند الكونغو اللي عايزه ليكي بي ليلا اللي يشوط الكرة قوية قوي قوية، ليلا طلع من أعلى نقطة شاط الكرة مرة تانية، يعدي كويس قوي هوبا، مهاب سعيد بيعدي كويس من الباك اليمين لاعب نيم عن فرنسي، اشترك مع منتخب مصر الناشئين وحصل في بدايته الأولى الدولية، لعب مع منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 وحصلوا على بطولة العالم للناشئين قبل ما يلعب على مستوى الشباب مع جيله 2002. مرة تانية تمرير خط خلفي
تمرير عايز عادي ليلى يطلع من على الدايرة ويسيب الكرة يا كاما مومبو تروح لأكرم يسري اللي يعمل هجوم سريع مع سيف اللي يقدر يخترق سيف ويشوط الكرة. ولد يا ولد يا سيف يا ولد، فعالية عالية قوي من سيف الدرع، ياخد الكرة ويصوب الكرة في الزاوية الأرضية على شمال الحارس. خد قرار واللاعب قرار. أربعتاشر عشر تمرير خط خلفي، صلاة الكبرى بمجمع الصالات عايزينها تمتلئ عن آخرها في المدرجات بالجمهور، الجمهور يغير الأمور مرة تانية. عايز يشوط الكرة من بعيد ولكن تيجي الكرة في القائم وتروح للجناح الشمال مع علي اللي يتصدى علي، محمد علي بيتصدى لموبامبا موبيتا من الجناح الشمال. موبامبو المباراة الأولى أحرز موبامبو ثلاث أهداف من خمس تصويبات بفعالية 60% أمام الكاميرون. تمرير خط خلفي مرة تانية، يعمل دبل تكف ويشوط من بعيد لكن يشوط الكرة برا. علي يلعب الكرة على طول عند عبد الرحمن، سيف مهاب يلعب الكرة حلوة أوي، هوبا كرة مطلوبة، هوبا دي كرة مطلوبة، يلعب الكرة بخطوة واحدة من الثبات على يمين الحارس واللي فات فات، حلوة حلوة. مهاب سعيد يتقدم لمنتخب مصر 15 10 ثواني على نهاية الشوط الأول، فرق خمس أهداف. مرة تانية أهم شيء في المباراة دي لعب بسهولة وبعيد عن الالتحامات، بيلعب زيادة عدد دلوقتي علينا الكونغو، مرمى خالي يلعب الكرة من بعيد، بيلعب الكرة من بعيد وكوكو بلانجا شوت الكرة قوية أرضية 15 11 مرة تانية، يلعب الكرة حلوة قوي المهاب، حلوة يا مهاب 16 11 استلامة كويس قوي كده من تمرير سيف، ياخد ارتقاء ويشوط الكرة حلوة حلوة حلوة، بياخد ارتقاء عالي قوي مهاب وبيشوط الكرة قوية، هايل 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 مهاب هايل. بينتهي الشوط الأول 16 11 كانت آخر التصويبات، تصويبات مهاب لصالح منتخب مصر. إن شاء الله نتمنى التوفيق في الشوط الثاني والتركيز في كل الكرات، ومهم قوي قوي إن المحطات دي بتجهز الفرقة داخل البطولة بفاعلية أمام الفرقة الأفريقية دون التحامات، أهم شيء دون التحامات. هنطير سريعا للاستوديو التحليلي والزميل العزيز ابراهيم المزين وضيوفه الكرام، فاليك الكلمه ابراهيم. شكرا للزميل ابراهيم المزين وضيوفه الكرام في الاستوديو التحليلي اللي قالوا لنا تفاصيل مهمه جدا عن الفرقتين وعن شكل الفرقتين في الملعب وامكانياتهم، وخصوصا الحاله اللي لعب بيها فريق كونغو في بدايه اللقاء، ولكن الجديه مهمه جدا جدا. منتخب مصر الشوط الاول في ال 16 هدف اللي احرزه، مازن رضا احرز ثلاث اهداف من ثلاث تصويبات، احمد احرز هدف من تصويبتين احمد خيري، اما هدفين من تصويبتين لسيف الدرع اللي عمل شكل جيد جدا في التصويبات، مهاب سعيد احرز ثلاث اهداف من ثلاث تصويبات، اكرم يسري احرز هدفين من اربع تصويبات، محسن رمضان هدفين من تصويبتين، وسيسا احرز هدف من تصويبتين، واحمد عادل من على الدايره احرز هدفين من تصويبتين، باجمالي الفعاليه 16 هدف من 23 تصويبه بفعاليه 69.6% في الشوط الاول. الكونغو احرزوا 11 هدف من 27 تصويبه، احرز اول اهدافهم كان رقم 9 لكيبي ياليلا احرز هدف من تصويبه، ثم احرز ايسيسي جراسي احرز هدف من تصويبتين، ثم احرز رقم 17 للكونغو كيلانينتا مانتا احرز هدفين من ثلاث تصويبات، رقم 18 بويا مومبو احرز هدفين من تصويبتين، رقم 64 احرز هدف من تصويبتين ياكاما مومبو، رقم
70 وكوكو إيلينجا اللي عامل مباراة جيدة في الشوط الأول، أحرز 4 أهداف من 6 تصويبات بإجمالي 11 هدف من 27 تصويبة بفعالية 40% و7/10 على مستوى حراسة المرمى. محمد علي اللي بدأ اللقاء النهاردة تصدى ل7 كرات من 18 تصويبة بفعالية 39%. أما الحارس ماجانا اللي تصدى ل4 كرات ومنهم 3 كرات انفرادات من الاختراقات من 18 تصويبة بفعالية 17% من التصويبات اللي اتشاطت عليه. بشكل عام منتخب مصر في الشوط الأول البداية كانت عكس نهاية الشوط الأول، فارق وصل هدف، وبالتالي خوان كارلوس باستور لما خد الوقت المستقطع ألزم اللاعبين بالدفاع القوي والمحكم على غلق الدفاعات، وخصوصا المقابلة لبالينجا اللي شاط أكثر من كورة وكوكو مابينجا واللي هو في الشوط الأول هداف الشوط الأول من 4 تصويبات أحرزهم من 6 تصويبات. نتمنى التوفيق إن شاء الله في الشوط الثاني، وزي ما بقول دايما أن المحطات الأولى في الأدوار الأولى في بطولات أفريقيا محطات تجهيزية، أهم شيء نبقى بعيد عن الالتحام القوي مع الفرق الأفريقية عشان تكملة المشوار بإذن الله اللي نتمناه بإذن الله لصالح منتخب مصر لكرة اليد في بطولة أفريقيا للرجال رقم 26 في أرض المحروسة في أرض النيل الجميل، واللي بتحتضنها الصالة الكبرى من مجمع الصالات، واللي من هنا بقول وبنادي لكل الجماهير التواجد للجمهور مهم جدا 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 لمؤازرة لاعبينا في بطولة أفريقيا الحالية المؤهلة لأولمبياد باريس القادمة بإذن الله. بطولة أفريقيا للرجال اللي بدأت مشوارها في عام 74، وآخر بطولة كانت عندنا في مصرنا في البطولة الأخيرة لما حصلنا على البطولة بعد ما فزنا على الكاب فيردي، والمغرب جت في المركز الثالث وتونس جت في المركز الرابع. إلى الآن 75 ميدالية هو مجموع الميداليات في بطولة أفريقيا اللي اتلعبوا 25، حصل عليهم 10 دول: تونس، مصر، الجزائر، الكاميرون، الكونغو، الكاب فيردي، الكوت ديفوار، وأنغولا، والمغرب، والسنغال. أكثر البلاد الحصول على الميداليات هو تونس. اشتراك مصر كان بدايته في أول بطولات أفريقيا بإيجابية، كان عام 81 بالتحديد، ولكن الدخول الأول كان 79 لما حصلنا على المركز الثاني. بالتوفيق إن شاء الله رجالتنا في بداية الشوط الثاني. محمد ممدوح حاشم نزل على الدايرة، سند راح في الجناح اليمين مكان أكرم يسري، دول التغييرين، ولكن اللي نهى الشوط الأول بدأ الشوط الثاني. مهاب في الباك اليمين، عبد الرحمن صانع العاب، سيف عايز يعدي يعمل معاه دفاع، يلعب الكرة حلوة قوي لسيسا اللي عايز ياخد. بص حضراتكم الدفاع، بقول لحضراتكم الالتحام أهم شيء نبقى بعيد عنه. هما طبعا بيلعبوا بقوة دفاعية بعد ما خسروا لقاهم الأول أمام الكاميرون. مرة تانية بالينجا يعدي تقاطع الخط الخلفي، مهاب سعيد، ولكن بيتصدى الحارس للكونغو اللي بدأ الشوط الثاني. تمرير خط خلفي، مرة تانية وكوكو، بالينجا يلعب الكرة عندي إساسي اللي عايز يعدي، تقاطع الخط الخلفي ما بين الباكين وصانع الألعاب، عايز يشوط الكرة ويلعب على الدار، يلعب الكرة على الدار لكن لمس خط 6 متر، استلم جوه 6 متر، قاطع مش هدف، يلعب الكرة تخرج ميز باص تروح للكونغو. هذه الكرة اللي تصدى ليها روماريكا الحارس. المباراة الأولى مع الكاميرون تصدى ل3 كرات من 13 تصويبة بفعالية 23% في أول لقاءاته. تمرير خط خلفي، يساسي صانع الألعاب يلعب الكرة عنده كوكو بيلانجا، يطلع من على الدايرة
يسيب الكرة اللي عايز يشوط الكرة من بعيد يتصدى له محمد علي، لكن تروح مرة تانية على الدايرة، اللي بياخد الكرة بقوة يا كاما مومبو ويحرز الهدف. يا كاما حاول لقاءاته أمام كاميرون، أحرز 4 أهداف يا كاما من 5 تصويبات بفعالية 80% هذا اللاعب. نزل محمد ممدوح هاشم 16-12 دقيقتين 27 ثانية مرة تانية عايز أعدي سيف يلعب الكرة كويس قوي هايل عبد الرحمن بيشوط الكرة قوية عبد الرحمن من الباك الشمال هو ده يلعب الكرة بجدية عبد الرحمن هذه الكرة اللي مواب المرة دي لا هو المرة دي بقى شاط له الكرة على يمينه بقوة هايل عبد الرحمن 17-12 لصالح منتخب مصر دقيقتين 59 ثانية من أحداث الشوط الثاني واللقاء تاني لقاءات منتخب مصر في بطولة أفريقيا للرجال تمرير ساسي هياخد قرار التصويب رجع مرة تانية تاتي عايز يعدي يقف قدامه خالد وليد ياخد معاه رمية حرة يونس بيدي التنبيهات طبعا هو عايز يكمل بالاداء ده لكن تصدى له كويس قوي محمد علي هايل علي المره دي يشيل الكره حلوه يلعب الكره عند سند طائر المصريين يحرز الهدف سند لاعب نيما الفرنسي وثاني هدافين الدوري الفرنسي في الموسم الماضي سند يحرز الهدف 18-12 لصالح منتخب مصر 4 دقايق و2 ثانية من احداث الشوط الثاني مره ثانيه تمرير بيلعب بزياده عدديه دلوقتي الكونغو بس حاجه غريبه ولا يعني مين اللي هينزل على الدايره ومنوقف ورا خالص وكوكو هنشوف عايز يجهز لكن يقطعها كويس قوي سيسا المرمى خالي يا سيسا حلوه قوي يا سيسا حلوه الكوره يحرز الهدف سيسا في المرمى الخالي الكوره لعيبه كويس قوي سيسا اهو قطعها ولعب الكوره كويس وقرا التمريره كويس قوي مره ثانيه لازال بيلعب بزياده عدديه والغريب رقم 70 وكوكو بالينجا شوف حضرتك واقف عند نص الملعب المرمى خالي لازال للكونغو الطريقه يعني عايز اعرف هو يقصد بيه ايه لكن هو عايز يخلي بقى يلعب لوحده خالص سند سيف سيسا يطير من الشمال سيسا يعمل ضايف حلو قوي سيسا ويلعب الكوره بقوه سيسا هايله سيسا ويحرز الهدف لمنتخب مصر لاعب سماته الجديه ما شاء الله عليه وبياخد الوقت المستقطع يونس للكونغو نتابع مع بعض حيقول ايه للاعبي سلام تي ريبون ici OK مايك ici qui était là moi reste ici pour l'instant ماليوا نيج à l'intérieur سيف ready this pass to the pivot OK in this situation OK no Rebounds y 7 against 6, ¿ok? Luis Alberto puro, ¿ok? Rebounds y 7 against 6. Bouille, tu reprends devant ici, ¿ok? En défense. Allez. مين تاني الوقت المستقطع اللي طلبه للكونغو؟ يونس بداية ليهم كانت في عام 79 تميزوا ودخلوا جوه المربع هنا عندنا في مصرنا عام 83 لما حصلوا على المركز الثاني في المباراة النهائية وخسروا بفرق هدف من الجزائر 25-24 مرة تانية تمرير 20 مصر 12 الكونغو ما كانش متابع معانا الشوط الأول انتهى بفرق 5 أهداف مرة تانية التمرير عايز يعدي يشوط الكرة من بعيد بره تبقى رمية مرمى تروح لعلي اللي يلعب الكرة لسيف صانع العاب سيف يلعب الكرة
عند فيصل يا ولد على التمريرة خطيرة قطع له كويس قوي، سند من الجناح اليمين من على الدايرة، استلم الكرة هايلة من فيصل، تناغم حركي إيقاعي ما بين الخط الخلفي والخط الأمامي، الخط الخلفي فيصل باك شمال، الخط الأمامي ولاعب الجناح اليمين قطع كويس قوي من على الدايرة واستلم الكرة حلوة. 21-12 لصالح منتخب مصر. تمرير خط خلفي ليل كونغو ومارة يشوت الكرة برا تروح لعلي، غير الطريقة خلاص يونس، ما بقاش يلعب علينا زيادة عددية، سيف مهاب يا ولد يا مهاب في الزاوية 90 الشمال آخر جمال هوبا، كرة قوية ومطلوبة من الباك اليمين مهاب سعيد لاعب نيما الفرنسي، مشواره بدأ في النادي الأهلي ثم انتقل للاحتراف الخارجي بعد بطولة العالم للشباب الأخيرة، مهاب سعيد ليحرز الهدف لمنتخب مصر 22-12. تصويبة قوية مرة تانية، عايز يعدي يلعب الكرة على الدايرة، يستلم على الدايرة يا علي يهاجم المهاجم علي محمد، علي يتصدر الانفراد محمد علي، شكل تاني الشوط التاني منتخب مصر في السبع دقايق اللي اتلعبوا، يلعب الكوره على الدايره حلوه دخول بقوه على خالد وليد، بيقول لي يونس امسك الملعب، بص حضراتكم الاثنين المديرين الفنيين اخوان كارلوس باستور زعلان من الفاول المهاجم، يونس بيقول له امسك الملعب لانه ما صدق ان الكوره جات له، ياخد وقته في هجمته. ادي علي يا ولد صدى له كويس قوي باستور 22-12 7 دقايق 40 ثانية. تمرير خط خلفي مالينجا عايز يعدي وكوكو مالينجا طالعين لبرا يدخل لكن ياخد رمية حرة مرة تانية، تمرير يلعب الكرة من بعيد يمسكها علي يلعب الكرة لمهاب في الباك اليمين، يلعب الكرة لسيف صانع العاب، يلعب الكرة حلوة قوي لعبد الرحمن، الكرة في الجناح لسيسا لكن الحكم بيقول له لمس خط الستة متر، بيبص له سيسا كده انه ما عملش كده يعني، هارد لك يا سيسا، هنشوف الكرة في الإعادة يعني هو الأقرب الحكم. 22-12 تمرير خط خلفي عايز يعدي ياخد رمية جزائية كرة عدى فيها لكن اداله رمية جزائية يقول له انت دخلت او دافع عليه من جوه الستة متر. مرة تانية مباراة فردية وينجح المرة دي وينجح وكوكو يلنجا 22 مصر 13 الكونغو 9 دقايق 11 ثانية. يخرج خالد وليد عامل المأمورية الدفاعية، ينزل هاشم على الدايرة المأمورية الهجومية، يونس يلعب دلوقتي دفاع متقدم على صانع العاب والباك اليمين او طالع لبره اتنين بره، سيسا عايز يعدي في وسط الدفاعات ياخد الكرة لمهاب اللي عايز ياخد الكرة لسيسا مرة تانية على مهلك ياخد رمية حر، ليه على مهلك؟ عشان هو داخل في اختراقات دفاع قوي جد. مرة تانية مهاب عايز يلعب الكرة حلوة لسيسا بياخد ارتقاء عالي ويحرز الهدف في الزاوية القريبة، سيسا بيلعبها كويس قوي هايل، استلم الكرة كويس اهو فتح لنفسه بقى خالص وخد معاه الحارس خالص عشان يلعب الكرة على يمينه، هايلة يا سيسا، غير طلع سيسا نزل مازن رضا. مرة تانية تمرير 23-13 الروتيشن اللي بيعمله طبعا خوان كارلوس باستور وعايز كل لاعب يجهز تماما رامي الجنب، هنا يونس بيقول له خد، عايز ياخد اكتر وقت في الهجوم، بيقول له يلعب الكرة مكانها. مرة تانية تمرير يلعب الكرة من بعيد قوية لكن يتصدى علي
وتروح حلوه يا هوبا، حلوه يا هوبا، بيجي كده قبل اللاعب وياخد الكره، يلعب الكره حلوه قوي عند عبد الرحمن من السبات يا ولد، بلياردو اللي فات فات، سمعنا صوتها من قوتها في القائم اليمين، وتروح قويه قوي اهو من العارضه يا ولد، يا ولد حلوه حلوه اهو عارضه يا ولد، بلياردو من العارضه القريبه للعارضه البعيده، كره مفيده حلوه حلوه. 24 مصر 13 الكونغو، 11 دقيقه 16 ثانيه. مره ثانيه تمرير خط خلفي، عايز يعدي ياخد رميه حره، التعليق الهجومي اصبحت 75% وتواصل لغير 78%، زي ما قال دكتور احمد القط المحلل الفني للاتحاد الافريقي في اخر متابعه من الصاله الكبرى مجمع السلاطس. الان اشاره التحذير باللعب السلبي، لكن فاول المهاجم تتلعب، علي بيقول له بيوقف الملعب، هيروح ل طاقم السنغالي بيقول له فاول المهاجم، هو بيرفع لعب السلبي الثاني، عمل اربع خطوات مرة تانية. 24 مصر 13 الكونغو، انذار انذار ليونس المدير الفني للكونغو، مرة تانية يقطع مازن، يلعب الكرة على مهلك يا فيصل، على مهلك، هنشوف واقع عبد الرحمن، سلامات عبد الرحمن عبده، هنشوف قرار الحكمين، في ايقاف دقيقتين، ايقاف مؤقت بياخده سيسي بوتيل كراسي، ادي الكوره اللي دخل فيها الدفاع بقوه، يعني جت سريعه كده، نقص عددي للكونغو. 24 13 لصالح منتخب مصر. مره ثانيه هوبا يلعب الكوره، لكن يرجع مره ثانيه، كويس يا هوبا كويس، وتيجي لمازن رضا ويحرز الهدف مازن رضا. الكرة جت تمريرة من هوبا لكن اتقطعت، جات له مرة تانية، مرر الكرة حلوة قوي لمازن رضا اللي بيحرز الهدف. مازن رضا ذهبية العالم للناشئين، أول رحلته الدولية، مازن 25 13 لصالح منتخب مصر. تمرير خط الخلفي، دكتور محمد شاوي بيتابع فيصل وبيتابع جميع المجهود، كبير جدا جدا جدا. مرة تانية بيجهز مالينجا اللي عايشوت الكرة، يحرز يحرز، وكوكو يالينجا وكوكو، 25 مصر 14 الكونغو، يلعب الكرة حلوة قوي حلوة قوي حلوة قوي، الجملة كلها حلوة، خد معاه دفاع كويس قوي، ولعب له الكرة عبد الرحمن لوحده خالص، بيدخل مازن رضا ويلعب الكرة مش من الجناح بقى، ياخد ارتقاء عالي قوي، ياخد معاه الحارس ويلعب له الكرة في الزاوية البعيدة، صعبة صعبة على الحارس، تصدى كده لثلاث كرات في الشوط الأول، هذا الحارس في بداية الشوط غير بيهم شوية النتيجة. ماجانا 26 مصر 14 الكونغو، تمرير يا ولد يا هوبا، يلعب الكرة المطلوبة، هوبا لا 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 لا، مهاب مهاب مهاب، يقطع الكرة حلوة قوي ويلعب الكرة في المرمى الخالي، قوية، بص إصرار هايل هايل مهاب هايل. 27 مصر 14 الكونغو، مرة ثانية
يلعب الكرة لكن رامي الجانب. عايز يلعب الكرة. قافلين عليه المساحات، كويس الدفاع. يرجع مرة تانية، عايز يعدي. وكوكو 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 ويشوط الكرة بره بره. سبعة وعشرين مصر، يلعب الكرة حلوة قوي لسند، لكن ياخد رمية حرة. سند رمية حرة، اتحرك مع قفل مع التصويب تماما. يا كاما مومبو مرة تانية، تمرير خط خلفي، عبد الرحمن تحتيه هاشم، يلعب له كرة حلوة. يلا يا هاشم يا ولد، يستلم الكرة حلوة قوي محمد ممدوح هاشم ويحرز الهدف. هاشم استلمها كويس قوي بالشمال ولعب الكرة باليمين، حلوة قوي في الإعادة، حلوة قوي في الإعادة. هايل هاشم هايل. ثمانية وعشرين مصر، 14 الكونغو، 16 دقيقة من الشوط الثاني. محسن رمضان قام يسخن مرة تانية، تمرير عايز يلعب الكرة يا ولد يا علي، راح بقى مع وكوكو المرة دي، راح في الزاوية الأرضية. محمد علي يلعب الكرة، مهاب يلعب الكرة حلوة قوي عند مازن، لكن صعبة انه يخش يشوط بالطريقه دي، طبعا صعب يستلم الكوره عشان يعدل نفسه. صح جدا يمسك الكوره على مهله. مره تانية سيف عايز يعدي، يلعب الكوره. فاول مهاجم، حسب فاول مهاجم على محمد ممدوح هاشم اللي بيجري انفراد 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 ويحرز، يحرز الهدف. مالونجا يحرز مالونجا الهدف ال 15. يلعب الكرة يلا عبد الرحمن، لكن ياخد رمية حرة. مرة تانية تمرير خط الخلفي، عايز يعدي يلعب الكرة حلوة يا ولد يا ولد يا رضا، عودنا على كده من بطولة العالم للناشئين. مازن رضا يلعب الكرة حلوة قوي حلوة قوي. مازن رضا يحرز الهدف لمنتخب مصر، كويس يا مازن. 29 مصر، 15 الكونغو، 17 دقيقة 53 ثانية. مرة تانية تمرير الخط الخلفي، عايز عدي يحرز الهدف. وكوكو يلينجا يحرز الهدف. سيف هيغير، مهاب هينزل، محسن رمضان هيطلع، خالد وليد بينهي مأموريته الدفاعية مع الهجمة السريعة، بعدين يطلع وينزل هاشم. اهو هاشم ينزل، محسن رمضان خد مسؤولية الباك اليمين. رمضان سند، رمضان يسحب الملعب عند سيف، يلعب الكرة لهاشم، لكن فاول مهاجم بيحسبها على هاشم. اخوان كارلوس بسور بيقول له ليه. هو بيتكلم مع الحكم بيقول له هو ماسك ايده. مرة تانية المرمى خالي دلوقتي للكونغو، 29-16 لصالح منتخب مصر، 19 دقيقة من 11 شوط تاني. وكوكو يلينجا ساسي، وكوكو يلعب الكرة على الدايرة، لكن لمس خط الستة متر، لمس خط الستة متر، صد ليها علي، لكن لمس خط الستة متر. يلعب الكرة سيف، يلعب الكرة حلوة قوي سيف عند مازن، يرجعها مرة تانية لسيف، صانع الألعاب سيف الدرع. رمضان يستلم
عايز يعدي سيف على مهلك، يلعب الكرة لهاشم، يلعب الكرة لفيصل، لكن تبقى رامي الجانب. ترجع مرة تانية للكونغو مع لونجا. باك يمين اللي خد المسؤولية ده تاتي، هينزل على الدايرة، هيلعب بزيادة عددية الكونغو على منتخب مصر. تمرير خط خلفي، عايز يعدي مرمى خالي عند الكونغو، هيشوط الكرة من بعيد او يلعب على الدايرة، يلعب الكرة على الدايرة، هايلة 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 علي، هايلة علي هايلة، شال انفراد في الميعاد محمد علي. مرة تانية يلعب الكرة حلوة قوي عند سند، على مهلك يا سند يا ولد يا ولد، سند سند بيلعب الكرة بهدوء الاداء، يروق، طلع له الحارس، لعب الكرة من فوق دماغه يا ولد على المهارة الفردية. كريم هنداوي اهو طبعا بحية حلوة حلوة، الكرة حلوة قوي. 30 مصر 16 الكونغو، اخر 10 دقائق الا 53 ثانية من نهاية اللقاء والشوط الثاني. مرمى خالي للكونغو بيلعب بزيادة عددية علينا دلوقتي يونس بالكونغو عشان يعمل خلخلة دفاعية ويعمل مساحات هجومية، بيطلع عايز يشوط من بعيد لكن يستلم الكرة من على الدايرة وعلي هايلة، ولكن رامية جزائية، رامية جزائية. تلاتين مصر 16 الكونغو، رامية جزائية، هيشوط المباراة الفردية هو وعلي، يهوش ويحرز الهدف لكيبي ليلى، يحرز الهدف. 30 مصر 17 الكونغو، 21 دقيقة 38 ثانية من أحداث الشوط الثاني واللقاء وثاني لقاءات منتخب مصر. تمرير عبد الرحمن يلعب الكرة، رمضان عبد الرحمن يلعب الكرة مرة ثانية عند محسن رمضان، يلعب الكرة لهاشم على الدايرة، بيوقف الملعب الحكم يا كاما، دافع بقوة قوي دافع بقوة، مهم قوي مهم قوي، اعمل بأقل التكاليف وضيف في المباراة دي، ابعد عن الالتحام القوي. مرة تانية يلعب الكرة لمحسن رمضان اللي عايز يشوط، يلعب الكرة حلوة قوي عند عبد الرحمن، قافلين الدفاع على الستة متر، التصويب من بره مهم، وقع الارض محسن رمضان، سلامات سلامات محسن رمضان، سلامات سلامات سلامات، نزل له دكتور محمد شاوي ان شاء الله يقوم سليم، هو ده اللي كنت بقوله من شويه، الالتحامات نبعد عن الالتحامات تماما، ان شاء الله يقوم سليم محسن رمضان ونطمن عليه باذن الله. منتخب مصر بدأ مشواره على مستوى بطولات أفريقيا، قلت لحضراتكم في أول البطولات اللي شارك فيها كانت عام 79 لما حصلنا على المركز الثاني، حصلنا 8 مرات على الميدالية الذهبية، إن شاء الله تكون التاسعة بإذن الله. يا محسن رمضان سلامات سلامات سلامات، يا محسن سلامات سلامات، لاعب مؤثر في الباك اليمين، أعتقد هيغير 22 دقيقة 19 ثانية، سلامات محسن رمضان يخرج مع دكتور محمد شوقي وبياخد الوقت المستقطع خوان كارلوس باستور عشان يدي التعليمات للاعبين، نتابع مع بعض هيقول ايه للاعبينا قبل ما يدخل على اخر 5 دقايق في الشوط الثاني.
بينتقل وقت المستقطع اللي طلبه خوان كارلوس باستور لمنتخب مصر للرجال لكرة اليد. ان شاء الله باذن الله موفقين باذن الله اولاد المصريين. خيري نزل دلوقتي، مهاب نزل على مستوى الباك اليمين، مهاب يلعب الكرة لسيف، سيف يلعب الكرة حلوة لكن قال له دخلت جوه الستة متر وخرجت، فحسب عليه قطع انه لمس خط الستة متر. معلش هاشم زعلان طبعا بيقول له انا ما عملتش كده لاخوان كارلوس باستور. كل التفاصيل بيتكلم فيها مع اللاعبين البروف خوان كارلوس باستور. مرة تانية تمرير خط خلفي يا كاما، عايز يعدي يعدي كويس، حجز خطأ لصالح منتخب مصر. يجري خيري يلعب الكرة عند سيف لخالد وليد، لخيري اللي بيشوت الكرة وتيجي في القائم. خيري تيجي في القائم للكونغو. مرة تانية تمرير للكونغو 30-17. عايز يعدي يقف قدامه كويس قوي الدفاع لكن يقابله كويس قوي مازن رضا. بص مازن رضا بيجي منين بقى؟ بيجي من مركز اتنين يروح لغاية المقابلة، الشكل الدفاعي اللي بيقول له عليه خوان كارلوس باستور اهو، مركز اتنين على الدايرة طالع لغاية ال 10 متر تقريبا على الخط الخلفي. يقابل ياكاما، ياكاما عايز يعدي سيسي يشوط الكرة ولكن علي يتصدى للكرة كويس قوي، يتصدى للكرة علي محمد علي يلعب الكرة عند مهاب، يلعب الكرة عند سند اللي يلعب الكرة شاط الكرة سند رايح يطمن على الحارس بكل روح رياضية وعلى الأرض رايح له سند ماجانا وعلى الأرض برادين ماجانا. 30 مصر 17 الكونغو. ادي الكرة في الإعادة أو المشاركة ليهم كانت عام 79 الكونغو في المغرب، حصلوا على المركز الرابع. مصر أول مشاركة ليها كانت 79، حصلنا على المركز الثاني في ذلك الوقت في المغرب. قام إيقاف دقيقتين معقد لسند. ليه؟ لأنه شاط الكرة جت في وش الحارس، دي قوانين خلاص يطلع إيقاف دقيقتين، عشان كده هو عمل للحكم ده حصل بإيده كده وراح اعتذر للاعب بكل روح رياضية. هايل ولاد كرة اليد المصرية. مرة تانية ييكاما خط خلفي خوان كارلوس باستور عايز يعدي ييكاما يلعب الكرة في عايز يلعب كرة من ألعاب الهوا يا علي يا علي يا علي يتصدى علي للكرة يا راجل. سيسي جراسي عايز يلعب كرة من ألعاب الهوا لكن راح له علي لكن هو لمس خط 6 متر. هايل يا علي هيخرج علي هينزل لاعب مكانه. التعديل ده اللي تم في 2019 ألمانيا الدنمارك، أي لاعب ينزل مكان الحارس بدون ما غير لون التيشيرت. في الوقت ده مقدونيا كان نيلون سيرفار المدير الفني الأسطورة لكرواتيا كان بياخدهم فنيا في الوقت ده ولعب طول المباريات في الدور الأول باثنين لاعبين على الدايرة سيتالوف وسيتينيف. وقالوا له ليه؟ قال لهم أنا ما عنديش خط خلفي قوي. سيف سيف يشوط الكرة قوية سيف ويحرز الهدف سيف الدرع. 31 مصر 17 الكونغو. التأكيد مفيد بالتأكيد طبعا، هو بيقول له أنا عايز أشوط بالتأكيد صح. شاط الكورة فيهاش فنيات، فيها قوة فيها محاولة بالقوة تسويب القوي. 31 مصر 17 الكونغو. آخر أربع دقايق إلا خمس ثواني. تمرير خط خلفي يلعب الكورة اللي بيلعبها سيسي ويحرز الهدف للكونغو. 31-18
مرة تانية تمرير خط خلفي عايز يعدي يلعب حلوة قوي الكورة حلوة الحكم بيدي رمية جزائية ايقاف دقيقتين ده واضحة جدا هو بقى ده الالتحام اللي يعني يخوف اكرم يسري اهو خد الكورة من مهاب دخل يشوط هو جري يعني بيسيبه لكن طبعا هو اتحرك بجسمه في اتجاه جسمه اهو في الاعادة واضحة لازم كمان ايقاف دقيقتين حكم ساب الكورة تخلص برة وبعدين يدي الرمية الجزائية مهاب ويحرز الهدف بقوة مهاب لاعب نيمة الفرنسي ويتقدم لمنتخب مصر بتصويبة قوية نزل سند اتنين بيلعبوا مع بعض في نيم بالمناسبة حاجة جميلة ان نشوف رجالتنا حلوين ولاد المصريين في عالم المحترفين حاجة جميلة ما شاء الله 32 مصر 18 الكونغو اخر 3 دقايق الا 14 ثانية من الشوط الثاني واللقاء هتبقى لينا طبعا طبقا للقوانين للبطولات من سيكون رجل المباراة في نهاية اللقاء وبياخد الوقت المستقطع يونس المدير الفني للكونغو المتبقي دقيقتين واثنين وثلاثين ثانية هنتابع مع بعض هيقول ايه للاعبي الكونغو بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه يونس للكونغو لم يشاركوا على مستوى بطولات العالم ولكنهم شاركوا 20 مرة في بطولات افريقيا رابع اول مرة كانت في 79 دخلوا للمربع الذهبي اربع مرات ولعبوا على مستوى الميداليات مرتين مرة في مصر في 83 وفي تونس 85 لما حصلوا على المركز الثالث ودي كانت اخر ميدالياتهم واخر مرة يدخلوا على مستوى اول وثاني وثالث البطولة شوط الكرة يتصدى محمد علي هايل محمد علي هايل محمد يلعب الكرة حلوة قوي خيري عند مازن يلعبها مرة تانية خيري حلوة قوي بيرجع له الكرة رائعة لمازن رضا بتمريرة من الخط الخلفي عن طريق خيري صانع الألعاب ليحرز مازن رضا الهدف 33 لمنتخب مصر مرة تانية مع الكونغو عايز يعدي طالع لبره مهاب عامل مباراة جيدة النهاردة مهاب ياخد رمية حرة تروح حلوة سيف يسيب الكرة لخيري خيري يلعب الكرة للباك العكسي عند مهاب مرة تانية عايز يعدي يلعب الكرة حلوة قوي خيري هايلة بمهارة فردية عالية بيعدي كويس قوي خيري ويحرز الهدف لمنتخب مصر 34-18 عدى كويس قوي بمهارة فردية هنا خيري حلوة عمل مشوار في احتراف الخارجي وكان محطة مهمة جدا لي قبل ما يروح النادي الاهلي ودينا بوخارست 34-18 اخر ثواني في الشوط الثاني واللقاء يشوت الكرة ويحرز وكوكو يعني ينجا الهدف
الكونغو على مالك ويشوت مهاب يشوت اخر الكرات وينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر على الكونغو في ثاني لقاءات البطوله 34-18 في مباراه قويه. الشوط الثاني شكل ثاني من رجال المحروسه اداء دفاعا وهجوما. محسن رمضان تمام اطمنا عليك كده محسن تمام. يتبقى لينا رجل المباراه من سيكون؟ مبروك منتخب مصر، مبروك خوان كارلوس باستور، مبروك هاني الفخراني، مبروك جميع الجهاز الفني محمد الامام محمود سعيد سيارة، مبروك الاتحاد المصري لكرة اليد دكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري، عمرو صلاح امين الصندوق، كابتن ياسر رملي، كرام كوردي، عمرو العدل، عادل ابراهيم، سعيد عبد الغني، جميع الاتحاد المصري لكرة اليد، جميع المتواجدين داخل منظومة كرة اليد الحلوة بجد، اصحاب السعادة، اصحاب الابتسامة بكل علامة. اخرنا كان رابع الاولمبياد وان شاء الله ان شاء الله نصل الى الاولمبياد ان شاء الله ان شاء الله. ولاد المصريين ان شاء الله. من سيكون رجل المباراة؟ من سيكون؟ هنشوف. كريم انداو بيقول لعلي كويس، انا وجهة نظري والافضل مواب سعيد، يعني مواب سعيد اللي هيسلم افضل لاعب اعتقد كابتن عمرو صلاح امين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد. شعلة النشاط، هنشوف مين افضل لاعب، هنشوف مين افضل لاعب في اللقاء. افضل لاعب في لقاء اليوم وجهة نظري مهاب سعيد، يعني نسبته في اللقاء 75%. هو عمل مباراة جيدة منذ نزوله حقيقي. هنشوف بالظبط، هو مهاب سعيد من مصر بيحصل على رجل المباراة وبيسلمه جايزة أفضل لاعب في اللقاء كابتن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد. مهاب فعلا كان أحد الأسباب في التميز ب 75% الإيجابية. هاي المهاب سعيد جدية وفاعلية دفاعا وهجوبا. مهاب سعيد مان اوف ذا ماتش، مبروك مهاب، مبروك منتخب مصر، مبروك لاعبي منتخب مصر وجهازهم، مبروك لكل محبي كرة اليد الحلوة بجد. دايما الأداء بالعطاء بالانتماء هو شعار الكبار لكرة اليد المصرية. ولاد مصر معاهم النصر. أقول وعيد بالتأكيد حب المحروسة في القلوب مش ممكن يدوب. نطير سريعا الى الاستوديو التحليلي وزميل ابراهيم المزين وضيوفه الكرام، فاليك الكلمه عزيزي ابراهيم.